ولمزيد من التفاصيل حول هذه الحملة معنا عبر الهاتف الأستاذة إيمان أحمد الدوسري القائم بأعمال وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. سيدة إيمان، بعد التحية، هل ممكن بداية أن تعرفينا بهذه الحملة وأهدافها ومبادراتها والتي تهدف بطبيعة الحال لحماية التاجر البحريني؟ وكذلك أيضا نود أن نفهم أكثر مفهوم التستر التجاري والأضرار الواقعة على المصالح الوطنية. مساء الخير عليكم على المشاهدين الكرام. تنفيذا التوجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه، تم اليوم إطلاق الحملة الوطنية لمكافحة التستر التجاري من قبل وزارة صناعة التجارة والسياحة وغرفة تجارة صناعة البحرين، حتى تهدف هذه الحملة إلى تعزيز بيئة تنافسية عادلة وحماية كافة أطراف العملية التجارية من تجار ومستهلكين وممولين ومزودين من جريمة التستر التجاري. وبالحديث عن مفهومها، يعرف التستر التجاري على أنه تمكين غير البحريني من ممارسة نشاط تجاري محظور عليه قانونا، مثل استعماله للبيانات الشخصية لشخص بحريني أو من يحظى بمعاملته أو ترخيصه أو تجله التجاري أو غير ذلك من الطرق التي تؤدي إلى التستر. وبالتأكيد فإن هذه الممارسة مفروضة تماما ويعاقب عليها القانون بسبب الأضرار الواقعة على المصالح الوطنية والاقتصادية، ونذكر من بينها الحد من نمو الاقتصاد الوطني كونه يعتبر استثمارا غير مشروع يزاحم الاستثمار الوطني، وهو يخل أيضا بميزان المنافسة المشروعة والعادلة بين التجار، ويؤثر كذلك على جودة الخدمات، هذا بالإضافة إلى أسهامه في زيادة حالات الغش التجاري بسبب دخول المنتجات والخدمات منخفضة الجودة إلى السوق البحريني ووقوع الضرر بشكل حتمي على المستهلك والتاجر والمستثمر معا بسبب وجود علاقات مبهمة بين أطراف العملية التجارية. نعم سيدة إيمان، لعل السؤال الأبرز لدى الناس ولدى التجار كذلك، ما هي الطرق التي سوف تتبعونها لتوعية التجار بالإجراءات القانونية حيال ممارسة التستر التجاري؟ نعم، الحملة الوطنية لمكافحة التستر التجاري تتضمن مبادرات توعوية متنوعة تستهدف جميع أطراف العملية التجارية، وذلك من خلال قنوات إعلامية مختلفة لتوجيه المخالفين بضرورة تصحيح أوضاعهم القانونية، وذلك لضمان خلو الأسواق من مثل هذه المخالفات، على أن يتم البدء لاحقا بالحملات التفتيشية بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة. أما بالنسبة للعقوبات، ففي حال وقوع مخالفة بيع أو تأجير السجل التجاري وهو ما يسمى بالتستر التجاري، فإنه يترتب عليها إجراءات قانونية تقوم بها الوزارة ضد من يقوم بالتستر، كغلق المحل التجاري إداريا إلى حين تصحيح الوضع القانوني للسجل التجاري، وفي حال استمرار المخالفة فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة بغرامة لا تتجاوز 1000 دينار بحريني أو إحداهما، بإضافة إلى الحكم بمحو القيد في السجل التجاري أي شخص وإغلاق المحل التجاري الذي وقعت فيه المخالفة، وتقع ذات العقوبة على مشتري السجل التجاري أو مستأجره إذا لم يشمل عقد البيع أو عقد إيجار المحل التجاري الصادر له السجل، بالإضافة إلى المشتري أو المستأجر الأجنبي. ونود أن أؤكد على أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة المتابعة في مملكة البحرين، والتي تأتي من بينها المعني بمكافحة التستر التجاري، وذلك تعزيزا للجهود الوطنية لخلق سوق منظمة وعلاقة عادلة مبينة ومبنية على الثقة بين جميع أطراف العملية التجارية. نعم، كل التوفيق لكم سيدة إيمان بهذه الحملة التي لا شك ستنعكس إيجابا على اقتصادنا الوطني. شكرا لك الأستاذة إيمان أحمد الدوسري القائم بأعمال وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، شكرا جزيلا لك.